أمين، يعني هناك معادلة كرست اليوم، تصلون إلى العمق، نصل إلى العمق، يدكم طولة، يدنا طولة، وإلى ما ذلك. هذا من جهة حزب الله. أما من جهة إسرائيل، يعني كما ذكر، حد تحدث الأمين العام لحزب الله عن فشل استخباراتي، بدليل أن الغارات الإسرائيلية حصلت قبل نصف ساعة فقط من موعد تنفيذ العملية، وبنيت على الحركة وليس عن معلومات استخباراتية. وكما قال بأن العملية تمت، وما حدد إطلاقه قد أطلق، ومن الأهداف التي حددت أصيبت، فهذا يعني أن إسرائيل فشلت. فبالتالي ما المعادلة التي كسرت بالنسبة لإسرائيل في هذه الحالة؟ نعم، طبعا كل هذه المعادلة متعلقة الآن بنتائج هذا الهجوم. حتى هذه اللحظة إسرائيل تنكر أن هذا الهجوم سبب لها أي أضرار، وبالذات فيما يتعلق بقاعدة جليلوت التي هي قاعدة استخباراتية وفيها أيضا الكليات العسكرية بجانب تل أبيب. طبعا كل هذا الهجوم الذي قام به حزب الله، عمليا الهجوم على قاعدة جليلوت هو كان الكسر الأساسي لقواعد الاشتباك التي كانت حتى هذه اللحظة منذ السابع من أكتوبر. ولذلك نستطيع أن نقول أن نتائج هذا الهجوم على جليلوت هو الذي سوف يحدد المرحلة القادمة. ولكن دعينا أقول كالتالي، أن إسرائيل بالنسبة لها أن هذه المرحلة انتهت. إسرائيل كان بالنسبة لها الهجوم من حزب الله هو القلق الأساسي في هذه المرحلة، أكثر على فكرة من الهجوم الإيراني المرتقب، سواء هذا الهجوم كان سيكون أم لا. القلق الإسرائيلي الأساسي والترقب الإسرائيلي الأساسي كان موجها نحو الجبهة الشمالية، لأن قدرة حزب الله على إحداث خسائر وأضرار في إسرائيل هي أكبر من القدرات الإيرانية، كما رأينا ذلك على الأقل في نيسان الماضي. ولذلك كانت إسرائيل قلقة. ما حدث اليوم هو عمليا إغلاق هذه المرحلة والعودة إلى قواعد الاشتباك. في هذه المسألة هنالك في دعنا نقول نقطة إيجابية لإسرائيل ونقطة سلبية لإسرائيل. النقطة الإيجابية لإسرائيل أن هذه المرحلة انتهت، مرحلة الانتظار، مرحلة القلق، مرحلة الخوف من الهجوم الذي يخطط له حزب الله لإسرائيل الذي هو خارج قواعد الاشتباك، هذه المرحلة انتهت سواء من طرف إسرائيل أو من طرف حزب الله كما أعلن الآن حسن نصر الله. ولكن النقطة السلبية بالنسبة لإسرائيل أن موضوع الجبهة الشمالية كله لم ينتهي. بمعنى أن هذه الجبهة ما زالت جبهة موجودة، جبهة فيها اشتباك، جبهة تسبب الكثير من المعضلات السياسية والعسكرية والاجتماعية لإسرائيل. على الأقل هنالك في حوالي 100,000 نازح من المناطق القريبة من الشمال لم يعودوا حتى هذه اللحظة إلى بيوتهم، وهذه الجبهة لا يمكن إسكاتها ولا يمكن التوصل إلى تسوية بشأنها دون وقف الحرب على قطاع غزة. هذه هي المعضلة الإسرائيلية الآن، معنى أن إسرائيل الآن تعود من جديد إلى هذه المعضلة دون أن يكون لديها أي حل لا سياسي ولا عسكري لهذه المعضلة. بمعنى أن هذا الهجوم عمليا أغلق مرحلة، ولكنه أعاد إسرائيل من جديد إلى المرحلة التي تعيشها كل الوقت منذ السابع من أكتوبر فيما يتعلق بالجبهة الشمالية. طبعا السردية الإسرائيلية ما زالت حتى هذه اللحظة هي نفس السردية، سردية الانتصار، سردية الرد، هذا نفس السردية على فكرة التي رأيناها في نيسان الماضي. بمعنى أن إسرائيل طرت موضوع الانتصار بقدرتها على سد الهجوم الذي كان عليها سواء من إيران. ما نقد ربما اليوم إضافة إلى السردية الآنية الإسرائيلية والرواية بخصوص ما حصل تجاه عمليات حزب الله، هو الرواية التي كررت على مدى الأشهر الماضية. كل ما ضربت إسرائيل مواقع قالت إنها تستهدف البنى التحتية لحزب الله وإلى ما ذلك، ويعني نوعا ما اليوم إثبات جديد بأن هذا لم يحصل، وأن الحزب بترسانته الصاروخية، وأيضا أضف إلى ما ذلك حديث عن ترسانة صاروخية ضخمة لدى حزب الله. فضرب البنى التحتية التي استمعنا إليها مرارا وتكرارا خلال أشهر عشرة، كيف بات حالها؟ أولا دعنا نقول بصدق أن إسرائيل لم تكن يوما أنها قادرة على إخضاع حزب الله عسكريا. إسرائيل تعلم أن قدرات حزب الله العسكرية قدرات هائلة. حزب الله طور قدرات العسكرية بتقديرات إسرائيلية، سواء كانت استخباراتية أو بحثية، التي جرت في إسرائيل منذ 2006 وحتى هذه اللحظة
نعترف ان القدرات العسكريه والتقنيه والفنيه واللوجستيه لحزب الله والقدرات وحتى الميدانيه هي قدرات كبيره جدا جدا. وسيناريو اجتياح الجليل من قبل حزب الله لا زال موضوع على الطاوله في اسرائيل، هذا معناه ان اسرائيل تعترف ان لدى حزب الله قدرات كبيره جدا تفوق بشكل كبير قدرات حركه حماس في قطاع غزه، ولذلك حتى هذه اللحظه اسرائيل تمتنع عن المواجهه او اعلان حرب او عن اجتياح لبنان بسبب معرفتنا لهذه القدرات. واسرائيل ايضا لم تعترف يوما ان الهجمات التي تقوم بها ضد حزب الله منذ السابع من اكتوبر حتى الان ادت الى اضعاف الحزب، ولكن ما تقوم به اسرائيل على الاقل هذا التوجه الان في اسرائيل، التوجه المهيمن الان في اتخاذ القرار في اسرائيل، ان على اسرائيل في هذه المرحله محاوله استنزاف حزب الله. ولكن هذا عمليه الاستنزاف تتم من خلال استهداف قاده حزب الله وليس قدرات حزب الله، لانه لا يمكن استنزاف قدرات حزب الله، نحن نتحدث حسب التقديرات الاسرائيليه عن حوالي 100 الف صاروخ لدى حزب الله، مع تجربه وامكانيات هائله، ولذلك استراتيجيه اسرائيل في هذه المرحله في التعامل مع حزب الله هو محاوله استنزافه من خلال اغتيال قياداته العسكرية بالذات القيادات الوسطى والقيادات العليا كما حدث مع فؤاد شكور، وليس محاولة الانتصار على حزب الله. فكرة الانتصار على حزب الله هي غير ممكنة عسكريا حتى بنظر الإسرائيليين، ولذلك هذا التوجه هو التوجه الآن السائد في إسرائيل. هنالك في توجه في إسرائيل ولكنه ما زال التوجه ضعيف الذي يطالب باجتياح لبنان مع إعلان حرب على حزب الله كما تم إعلان الحرب على حماس. هناك في تحفظ كبير من هذا السيناريو، لأنه سيناريو له تداعيات خطيرة جدا على إسرائيل. نعم، أنه دعنا أقول بين هلالين، شبح ما سميتيه، شبح الحرب الإقليمية ابتعد، لأنه كان التخوف الأساسي كما ذكرت هو التخوف من ضربات حزب الله، لأنه هنالك في حالة اطمئنان في داخل إسرائيل من الهجوم الإيراني. لماذا؟ ليس بسبب القدرات الدفاعية والجوية الإسرائيلية، وإنما بسبب الحماية الأمريكية. هنالك في تكثيف للتواجد الأمريكي في المنطقة سواء من أجل وضع إيران أو من أجل الدفاع عن إسرائيل من أي هجوم إيراني، ولذلك إمكانية التصدي للهجوم الإيراني بمساعدة أمريكية ودول أخرى هو أكبر من إمكانية التصدي لهجوم لحزب الله، ولذلك شبح الحرب الإقليمية ابتعد. ولكن النقطة الأساسية هنا بغض النظر عن نتائج هذا القصف، هذا سؤال عسكري وهذا سؤال سوف تبينه الأيام لاحقا، ولكن أتحدث عن المزاج العام الآن في داخل المجتمع الإسرائيلي. أن المجتمع الإسرائيلي الآن المزاج العام هو ما يأخذه من السردية الإسرائيلية سواء من الناطق العسكري أو من الناطق السياسي أو من نتنياهو، المزاج العام أن إسرائيل انتصرت، هذا المزاج العام الآن في إسرائيل. هذا يؤثر على موقف إسرائيل من المباحثات حول إطلاق النار في قطاع غزة، هذا يعطي قوة لنتنياهو، هذا يعطي قوة بمعنى أنه استطاع كمان مرة أن يصد هجوما شاملا على إسرائيل كمان مرة بغض النظر عن النتائج. أنا أتحدث الآن عن المزاج الشعبي، لأنه بالنهاية ما يحدد ويؤثر على المزاج الشعبي في إسرائيل هو ما يتم الإعلان عنه، ليس ما يتم إخفاؤه. وما تم الإعلان عنه أن إسرائيل قامت بعملية استباقية استخباراتية، قامت بصد الهجوم لحزب الله، وهذا أعطى نتنياهو قوة سياسية كبيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي للمرة الثانية منذ نيسان. هذا الأمر لا شك أنه سوف يؤثر على مكانة نتنياهو وعلى مواقفه من المباحثات فيما يتعلق بوقت إطلاق النار. شكرا جزيلا لدكتور مهند مصطفى، الباحث في مركز مد